تدخل عسكري محتمل من دول المنطقة على النيجر، أمر يحتسبه قاطنة العاصمة نيامي بعد 3 أسابيع من إطاحة الجيش بالرئيس محمد بازوم، مستشعرين قلقاً تحركات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس، وقد نشطت ما تسميه قوة احتياطية لاستعادة النظام في البلاد، غير أن ساكنتها يعتبرون ذلك شأناً داخلياً يحاولون الدفاع عنه ومواجهة التهديدات الإقليمية كما يصفونها، بطلب التجنيد الجماعي للمتطوعين. نحن لا نولي اهتماماً للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، لقد تم تصميم الإكواس خصيصاً للرؤساء في السلطة ولسنا في حاجة إليها، سواء تدخلت المجموعة أم لا، فإن النيجر مستعدة لجميع الخيارات، نحن مستعدون، ومهما كان الذي ستقرره المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا نحن جاهزون. مبادرة تجنيد طوعاً في صفوف الجيش تهدف ضم عشرات الآلاف من جميع أنحاء البلاد، تقاتل وتساعد في الرعاية الطبية وتوفر الخدمات اللوجستية ما إن احتاج إليها المجلس العسكري. المبادرة بدأت تستقر في الأوساط الشعبية بين من تبناها. أنا وأولادي نحب هؤلاء الجنود، وأدعو الشباب للانضمام إلى الجيش وتطوير بلدنا وقرانا، أبارك لهؤلاء الجنود. رفض شعبي في النيجر لأي تدخل عسكري يأتي وسط تفاقم التوتر بين نيامي ومجموعة إكواس، الذي لا يظهر أي بوادر على إطفاء فتيله، رغم تأشير كلا الجانبين على انفتاحهما لحل الأزمة سلمياً.